كنت ديما نقرا فازات باللونجلي وبالفرنسي فاصون لي لونك جو ميتريز لونجلي فرنسي والعربي ديما في مخي عندي هوس نتاع اني نبدلهم من نقول بابا نبدلهم باللهجه ولا باللغه اللي تحكيها العباد كل يوم في الشارع العربي الفصحى خاطر كي نقرا ترجمات مثلا نتاع حاجات قريتهم بالفرنسي وباللونجلي ونقراهم بالعربي الفصحى نقول ما خرجناش من هكا النخبويه نتاع يعني لوفر قات في نفس بالنسبه لي يعني الحكايه طبقات هكا لوفر في طبقه معينه ما فماش العباد اللي عندها مخزون لغوي معين ديما مش عندها حاجز اللغه ذاك ديما السؤال ديما كان السؤال علاش ما يكونش باللهجه نتاعنا يعني نحكوها كل يوم الكلام اللي نحكوا به كل يوم في القهوه في العطار في هذه هي اللي دي بسيطه على علاش ما تكونش موجوده ديزيكسري ولا بعديك تطور الفكره ولا تكتب نحب نهار نبدا نفلسف نحب نبدا نطبق فكر نحب نخرج فكر ماني باش نجم نخرجه الا بقوالب اللغه نتاعي قوالب اللغه متربي عليهم اللي عمره صفر هي تونسي فهمت معايا بيرسونيل مون نحب نهار اللي نحكي مع العالم في الافكار وكل نحب نحكي بالتونسي طول فهمتني اي جو كونسوا اللي هي حاجه عاديه على الاخر عليها على خاطر كي تغرق في التاريخ ارسطو ولا سقراط ولا كانت ولا اللي هو باش كتب باللغه اللي يستعمل فيها بالضبط لا لونغ اللي يستعملها وكل شيء بالضبط كي يهبط العطار يهبط يكتب باللغه اللي يكتب بها غاديك نجم يكثف غاديك نجم يحصل معاني غاديك نجم يترجق فهمت غاديك نجم يستعمل مجازات مليح كيما حاجته به دورنا وانه اذا كان نحبوا نوصلوا افكارنا لكافه الطبقات الاجتماعيه في تونس يلزمنا ان نستعملوا اللغه العاميه اللغه الدارجه وبالمناسبة نقاش فيما يخص اللغة هذه كان موجود زاد حتى في الجامعة حول صلاح القرمدي مثلا حول توفيق بكار نقاش معناه ما كانش خاص بالمجموعة متاعنا برك وكان موجود مطروح حتى في الجامعة في الدراسات وكل شيء وذلك علاش أنا شخصيا وقتها كنت في باريس وأنا كنت نصدر في جريدة برسبكتيف في باريس ونبعثها لتونس وقت اللي عملنا جريدة بالعربي كانت العمل التونسي بالدارجة التوخة الدارجة موجودة في الوثائق مكتوبة نجم نلقاها في الأرشيف معناها كي تاخذ حتى الأرشيف متاع الدولة التونسية اللغة اللي كانت تتكلم معناها في القرن السادس عشر ولا السابع عشر كانت مشحونة من برشا لغات منهم اللغة الدارجة معناها ما كانتش عربية كما احنا نسخيلوها قحة الدارجة هي العربية الدارجة ما هيش لغة مختلفة عن العربية وإنما هي العربية كما ينطقها الناس يوميا وكما يتعاملوا بها شفويا ثم محاولة للتفريق بين الدارجة والعربية الفصحى هدفها ليس بريء وإنما محاولة منها في إبعاد تونس عن محيطها الطبيعي معناها باش يقول لي التونسي ما عادش يتفهم هو الليبي لأنه يعني الليبي يتكلم نفس الدارجة اللي نتكلموها في تونس. ديجا أنا كلمة دارجة ما نحبهاش الحق. تونسية؟ تونسية العربية التونسية. العربية التونسية. العربية في العادات التاريخية نتاعها كانت تتسمى باللهجات. عندك عربية قرشية، عربية مضارية، عربية نجد، عربية بنو سليم وكل. لا جبت بلاص معينين معروف بالضبط من المصحف سيليكسيون احنا سيليكسيون تاع قريش جات من ضربه نتاع محمد نتاع المصحف وهذوك المصحف هي الحكايه هذيك اونتر تون عندك برشا نصوص شعريه قديمه والتو تراديسيون الشعريه بلهجات اخرين مازالوا متواصلين بتسميو العربيه اكس والعربيه اون سوا الميكانيزم نتاع الجرامير نتاعها نتاع الاشتقاق وتوليد الكلمات وتوليد المعنى حسب رايي برمي لي بلوز اميزون موجودين في اللغات الكل هذاك علاش يظهر لي كلمه عربيه تونسيه صحيحه مام نحن في العربيه التونسيه علاش صحيحه عزيز مش معك كما ذاك خاطر مام نحن حتى في عمليه الاشتقاق اللي تشوفها عمليه مريحه وفازك بالدارجه كيف نعمل الاشتقاق بالدارجه ناخذ نفس الجذر بالضبط الميكانيزم تاع الاشتقاق بالحق نفسه هو بيدو بتاع exactly. في الكتابة ولا في اللغة وفي التعبير التعبير اللغوي وكل شيء المثقف ولا يعني من جملة التساؤلات ومن جملة الحاجات الخاصة بالمجتمع التونسي مش وحده ما نحكي على المجتمع التونسي هي هذاك الفرق ولا الازدواجية اللي احنا نسميوها بين اللي احنا نقوله لغة كل يوم ولغة العلم والتعليم اللي سواء التعليم في الكتاب ولا في جامع الزيتون ولا حتى كي بعد دخل التعليم اللي يسميوه العصري
هذيك أول حاجة معناها نجم نوصف بها نقول احنا الوسط التونسي، هي هيك الازدواجية بين الدارجة والعربية والعربية الفصحى. هي راهي اللغة أداة متاع اتصال، ما هيش حاجة أخرى. الاتصال ينجم يكون بأي طريقة. أنت تتوى شوف أنت مواقع الاتصال الاجتماعي يستعملوا في الدارجة ويكتبوها باللاتينية. لويش؟ على خاطر يحب يبلغ صوته، يحب يوصل بكلام اللي يحب يقوله. هذاك هو الأوبجيكتيف بتاعه، ما عندوش حاجة أخرى. الأدب والتفكير والفلسفة في التحليل السياسي والتحليل العلمي لا يمكن أن يقع بلغة غير مضبوطة نحوياً وصرفياً واشتقاقياً ومضبوطة بدقة كبيرة جداً وعندها معجم وعندها معجم للترجمة إلى اللغات الأجنبية حتى تستطيع أن تعبر على كل شيء بصورة دقيقة، حتى السيد اللي يقرأ لك شيء اللي قاعد تكتب فيه ولا يسمعك شيء اللي قاعد تقول تحليل اللي قاعد تقول فيه يفهم بالضبط إيش تحب. يولي كيني الـ الـ العلم والأدب وال وغرق المعرفة وكل شيء كانوا ما يجيوا إلا بالعربية مثلا، مش نحكي حتى اللغات الأخرين. وكأنه زادة متاعك معناها حاجات كل يوم والحاجات البديهية، فما الحاجات كل يوم تيوم الكل معناها مش الماكلة وال فما الشعور، فما فهمت العيشة الحميمية وكل كل كلهم عندهم معنى كبير ياسر في كل شيء، في العلم وفي الابداع وفي الخلق وفي كل شيء. علاش نولي نربطوها كالقطيعه هي هذيك وقت اللي احنا كان نسرحوا القنوات، كان تخلي القنوات مسرحه شوف قداش نجموا نربحوا. وهم هذاك الكل كيفاش يقولوا معناها مفتعل، ما فماش علاش